أما تقول إذا قلت في نفسي ولم أحدث أحدا، إذا استجاب الله دعوتي أو قضى حاجتي أصوم 3 أيام، هل يعتبر هذا نذرا أم لا؟ نعم يعتبر هذا نذرا، هذه من صيغ النذر. لكن قالت في نفسها لم تنطق بها، تقول أني حدثت بنفسي. هذه من صيغ النذر، لكن بشرط أن تتلفظ بذلك. أما إذا لم تتلفظ به وإنما كان مجرد حديث نفس، حديث النفس لا يترتب عليه شيء. إذا كان قالت قد قالت هذا في نفسها فلا يعتبر نذرا ولا يترتب عليه أي شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولذلك لو أن رجلا طلق زوجته في نفسه لم يقع الطلاق بالإجماع، ولو أن أحدا قرأ الفاتحة في نفسه في الصلاة ولم يتلفظ لم تصح صلاته بالإجماع. فلا بد إذا من النطق، يعني ما دام أن الكلام مجرد حديث نفس فهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يترتب عليه شيء، فلا بد من التلفظ، لا بد من أن يتكلم. ولهذا يخطئ بعض الناس عندما يصلون ولا يتلفظون بالفاتحة، يقرأ الفاتحة في نفسه، يسبح في نفسه، يكبر في نفسه من غير أن يتلفظ، هذا لا تصح صلاته. وبعضهم يأخذ المصحف، تجد أنها تلف في بعض المساجد، ويقرأ قراءة صامتة لكن لا يتلفظ وإنما يطالع هكذا، يعني هذه ليست قراءة، هذا مجرد تأمل، تأمل لا يعتبر قراءة ولا يجر عليه أجر التلاوة، إنما هذا مجرد تأمل. فهذه مسألة خطيرة، ينبغي التنبه والتنبيه عليها، أنه أن الثواب والعقاب يترتب على التلفظ باللسان، أما مجرد أن الإنسان يقرأ في نفسه فهذا لا يترتب عليه شيء. لو طلق لم يقع طلاقه، لو قرأ الفاتحة في نفسه لم تصح صلاته، لو قرأ القرآن في نفسه لم يؤجر أجر وثواب التلاوة، لا بد من التلفظ باللسان.